اليوم يعني كم كالعادة تنجيو دائما الإدارة ديال ولاية الدار البيضاء، لأن وكنتفاجئوا لأن الباب ديال الإدارة كتمنعنا من الدخول، وهذا ماشي غير على ود الأشخاص في وضع إعاقة، كل ما هو فقير، كل ما هو شخص عادي ما كيخليهوش يدخل للولاية الدار البيضاء لداخل. شنو السبب؟ الله أعلى وأعلم. وكما لاحظتوا بأننا اليوم جينا باش ندخلوا الإدارة كما العادة، كناس عندنا واحد المطالب ديالنا داخل ولاية الدار البيضاء، إلا أننا كنشوفوا تيسخروا لنا القوات العمومية. واش هاد الناس هادو اللي كيقمعوا المواطن المغربي؟ وكتعرفوا بأن المواطن المغربي محقون الآن جراء الغلاء، جراء المعيشة، جراء الأشياء اللي ولات تتراكم عليه، راه طفح الكيل، راه والله العظيم راه هاد الأمور اللي حنا كنشوفوها الآن لا تبشر بخير. في غياب ديال هاد السلطة، في غياب وزارة الداخلية، أنا ما بغيت نعرف واش الناس اللي كتخرج تتحتج وكتناضل على ود واحد المتطلبات ديالها اللي مشروعة جراء الغلاء وجراء المعيشة، إلا أننا كنشوفوا وزارة الداخلية كتخرج القوات العمومية من أجل قمع التظاهرات وقمع الاحتجاجات، رغم أننا حنا كنموذج ديال حرية التعبير في هذه الأرض السعيدة. فاليوم جينا باش نقولوا راه حنا عينا جراء هاد الغلاء وهاد المعيشة اللي قتلاتنا جميع المناطق اللي في الأحياء الشعبية، كما كتشوفوا الناس ديال رجال الأمن اللي فيهم خوتنا وفيهم ناس يعني لا حول لهم ولا قوة، هما كيسكنوا في الأحياء الشعبية، راه تا هما كياخذوا الزيت ب 2400 وكياخذوا الخضرة وكياخذوا، ولا أحد حرك ساكنا. أنا بدوري كأشخاص في وضعية إعاقة جينا اليوم لولاية الدار البيضاء باش ندخلوا كواحد الناس عندهم كرامة وكان عندهم حقوق في هذه الأرض السعيدة، إلا أننا كنلقاو القمع وكنلقاو الحقرة جراء ولاية الدار البيضاء. ما عرفناش شنو هو السبب، لأن لو أنهم فتحوا لنا الباب ما غاديش يسخروا لنا هذه القوات العمومية اللي متواجدة الآن، اللي عواض ما يشرفونا كيقمعونا. فنتمنى من الله عز وجل باش يتحركوا هاد المسؤولين في غياب رئيس حكومة اللي قتل الشعب المغربي. أخ النوش قتل الشعب المغربي بدون حتى شي حاجة جميلة، وما عرفتش أنا واش أخ النوش شرى المغرب كامل، حتى واحد ما خلاوه يدوي، وعيب وعار البرلمان حتى واحد ما قدر يتكلم، وبغيت شي برلماني اللي كيمثل الشعب المغربي يخرج ويقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. وحنا كنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل تيدورونا 14 رجال الامن، علاش ما فهمناش؟ واش حنا هاد الناس شكون اللي صوت عليهم؟ حنا كشعب مغربي بغينا نحيدوهم، من حقنا نحيدوهم. لهذا غادي نقول الاخ نوش ارحل، انا اللي درتك وانا اللي نحيدك، علاش يخرج لي السلطه وكيقول لك لا ما تحتش؟ انا كنحتج على الغلاء، تنحتج على الاسعار، تنحتج على وزاره الصحه اللي ما دايرهاش خدمتها، تنحتج على وزاره التعليم اللي ما دايرهاش خدمتها، تنحتج على هاد الحقوق ديال الاشخاص اللي في وضعيه اعاقه اللي دابا بغاو غير الاداره تفتح لهم وكيقمعوا فيهم. هذه من حقي، وراه ما فهمناش هاد البلاد هذه كيفاش تتسير. واش بغاو النهب وبغاو السرقه وبغاو تشجيع الفساد وتشجيع الروتين اليومي باش كل شيء يخرج للفساد؟ فاحنا راه بلادنا مبنيه على الفطره، مبنيه على الاسلام والمسلمين. فكما قلت يوم لا ينفع، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نتمناو من هاد المسؤولين يفيقوا ويعيقوا، لان يجب تدخل ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. حنا ما بقيناش باغين المؤسسه الثانيه، هاد المؤسسه الثانيه هو ما بقيناش باغينك، والمؤسسه الثانيه اللي كيترأسها حكومه اخ النوش ولا حكومه اخرى ما بقيناش باغينك. حنا خلينا بيننا وبين الملك، بيننا وبين الامراء، حنا بغينا سيدنا كيحكم هاد البلاد، بغيناه هو يحكم هاد البلاد. حنا اللي درنا هاد الحكومه في نهار 20 فبراير، خرجنا بان المطالبه باننا بغينا حكومه مستقله وكذا. دابا حنا هاد الحكومه قهراتنا، ضربت لنا جيوبنا، ما دارت حتى شي حاجه اللي نعيشوا بها بعيشه كريمه. والله يرحم لكم الوالدين، حنا بغينا المؤسسه الاولى اللي كيتراسها امير المؤمنين، بغينا هو يتدخل في هاد الفقراء والمساكين. طفح الكيل، تنصرون وترزقون بضعفائكم، والان الضعفاء كيتبادلوا، وانصروهم باش ينصركم الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.